هل اذا كان حبيت دير سموه التمويل الذاتي من يهدف هذا اليوم التكويني إلى نشر الوعي في صفوف الطلبة وخاصة ميدان علوم وتقنية النشاطات البدنية والرياضية وميدان الرياضة بصفة عامة، نشر الوعي من أجل إنشاء هذه المؤسسات وكذا محاولة إزالة العوائق الخاصة أو التي تواجه الطلبة في إنشاء هذه المؤسسات و التعرف بالحاضنة الجامعية التي ستسهل من عملية إنشاء هذه المؤسسات ومرافقة الطالب إلى حين تجسيد فكرة إنشاء المؤسسة وبراءة الاختراع.